لكن استاذ راه بزاف الناس عايشه مرعوده واحد الرعده اللي خاوي ماشي كتقاتلش على الوالدين، عندك الوالدين في شي ظرفيه صعيبه وكتحارب عليهم ما يمكنش تلاشي وتسمح، هادو هما الناس اللي كنقدر. ما بزاف الناس كتحارب ومخلوعه على شي حاجه تافهه في الحياه، كتلقاه تيتقاتل باش يدير شي طوموبيله بالكريدي باش الصاد هاد الشيء يزيد يدير يخليك مخلوع، تبقى شاد داك الكريدي ديال ديك الدار ديك الطوموبيله وتعيش حياتك مخلوع ومرعوده تقول ناري الا ما خلصتوش ناري الا جراو عليا من الخدمه، وما كتصاد تعيش حياتك كامله مرعوب. علاش تحيد منك ديك القاعده ديال كنسلم على اللي كنعرف ولا ما كنعرفش ما نسلمش عليه، واللي سلمت عليه وما ردش عليا السلام ما عمري باقي ما نسلم عليه، لان هادشي اللي كتعلم في المغرب وفريمون خاصك تولي تسلم على داك خونا اللي واخا ما تيسلمش عليك ملي كتسلم عليه ما تيردش السلام، خاصك تولي تسلم عليه يوميا. جاي صباح بخير، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وغادي ندوي على واحد الموضوع اللي هو زويون. بزاف ديال الناس كيقول لي كون كنت اخاي سمو باقي في دوار الزكي كنت غتبقى تقول هاد البلاد زوينه، كون اخاي سمو باقي عايش في دوار الزكي واش غادي تقول هاد الهضره؟ غادي نجاوبك الاخ واحد الجواب زويون. فعلا الاخ معاك الحق، مالش نقولها، عرفتي علاش مالش نقولها؟ ما نكونش مسالي الصاد، غادي نكون مشيت نخدم، لان الا بقيت كنقولها وبقيت كندوي الا قابلت يد الدواوي ما عادش ندير حتى شي حاجه في حياتي، كنمشي نخدم عاد كنجي ندوي. دابا راني كندوي الصاد. بزاف ديال الناس شنو هي المشكله ديالهم؟ هي كيدوي، وملي كدوي ما كتبقاش كتخدم وما كدير حتى شي حاجه في حياتك. لا صد دابا كنقولها لان فهمتي سوكي هي ولات الحياه زوينه، ديك الساعه كانت جحيم ولكن ما نقدرش نقولها وما خاصنيش نقولها، ما خاصهاش تقال خاصني نمشي نخدم الصد. ديك الجحيم وديك العافيه وداك القمع اللي سميه القمع ولا سما جبغيتي كتشدو في القلب ديالك، فهمتي كتشدو في القلب ديالك وكتمشي كتغرسو في الخدمه على الخدمه على الخدمه على الخدمه، كتنتاقم من الوقت بالخدمه الصد باش تبدل حياتك ماشي بالدواوي. علاش؟ لان الصط ملي كدوي كتمشي ديك الانيرجي ما كتبقاش كتبغي تخدم، الشعب كامل كيدوي على حتى واحد ما قادر يخدم، لان حتى واحد ما قادر يشدها في قلبه ويمشي يدمر كلشي يد دواوي. لا ديك الساعه ما كنتش صاحبي كندوي كنت شادها في قلبي وخدام. دابا اللي قلت جامع هذا جواب اللي خوالتي يقول كون كنت اخاي السمو باقي عايش في دواري زيكي واش كنت غتقول هاد الهضره؟ فعلا الاخ كما الخلاصه ما نقولهاش لاني ما مساليش نقولها، خصني نمشي نقابل الخدمه لاني لا دويت ما نخدمش، دونك خصني نخدم، دونك ما عنديش الوقت باش ندوي. دابا ندوي وهاد القضية هادي ديال شحال من واحد تيبغي يدوي في الجهة الأخرى يقول هاد القضية زوينة وكلشي غادي يدور فيها يقول خايبة، بزاف الناس كيبغيو يقولها ما كيقدرش يقولها، عرفتي علاش؟ لأنه عنده واحد الوهم تيقول يقدر شي نهار نطيح والشعب يبقى متعاطف معايا، خصني نحافظ على داك التعاطف ديال الشعب الوهم. وهادي كطرى بزاف ديال اليوتيوبرز وبزاف ديال الناس في الانستغرام وكذا، كتلقى كيدير شي حاجة شعباوية باش يحافظ على داك الشعباوي وداك التجمهور، ولكن هو ما عرفش القيمة ديال داك التجمهور شحال كيساوي، صفر. لأن ملي كتجي للواقع الصاد واقع هضرة أخرى. في الانترنت كتلقى بزاف الغوات وي وحنا معاك وكذا كذا، الصاد تجي للواقع ما كاين حتى شي حاجه. الاخ سكيزوفرين كان كيدوز المحكمه بوحديته، الاخ مول الكاسكيطه كيدوز الحبس وكان كيدوز المحكمه بوحديته، هذا الصاد هو الواقع المرير. واحد الجمله اللي كان علمها ليا واحد من المينتورز ديالي اللي هو مصري، واحد النهار كان خاصو يمشي يشهد مع الدري صاحبه وما مشاش، قلت له الصاد الا طحت واش غادي تتصرف معايا بحال هكا؟ قال لي اسمع نقول لك واحد الهضره، في هذه الحياه هذه تجي تلقى ديما جنبك، شكون اللي تلقى جنبك؟ قال لي اجي يكون معاك باك وامك ومراتك في حاله لا كانوا عندك مع الاولاد، في حاله ما كانوش الاولاد الصاد غادي تلقاي باك وامك، ما عمرت تسنى شي واحد، الا درتي شي حاجه ديرها لوجه الله ودوز ما تسنى حتى شي واحد الصاد. انا الاخوان ديما كنحاول نبارطاجي معكم شي حاجه فيري ادفانس فهمتي في المايند سيت، الا كنت كتقلب على التعاطف ولا شي حاجه الصاد دير داكشي الصحيح، دير الصحيح اللي خصو يدار، قول داكشي اللي باغي تقول قولو، ما تبقاش تقلب على التعاطف والشعبويه وداكشي. ولكن اسمع هاد الهضره مزيان، كاين شي بعض كاين شي حوايج لا خصك تقلب على التعاطف، كنتي مغني كنتي كدا كانت الخدمه ديالك مرتبطه بزاف عباد الله كتحتاج عباد الله، اتس اوكي ما تقدرش تكون صريح فهمتي، اتس اوكي كنحترمك فهمتي، تشاي في اطار دوك الجمل اللي غادي تتعلم في المغرب تمسكن حتى تمكن وديك الهضره فهمتي، خدام الصاد كاين شي حوايج خصك فهمتي اتس اوكي، ولكن ما تقدرش تقول الصراحه، ولكن الصراحه الصاد هي هادي وحاجه بلا ما تقلب على داك الوهم الصاد ديال التعاطف وداكشي. التعاطف الصاد راه كيكون في السوشيال ميديا وفي الانترنت، على حقيقه ما بغيتش نقول السميه ديال واحد الاخ كان جا بغى يدير واحد المداره قدام العماله ويجيب عباد الله، وفي السوشيال ميديا كانت 10000 اونلاين فريمون 10000 اونلاين، عرفتي شحال جاو ثلاثه الناس الصاد الشيطان فهمتي، تيغروا الشيطان تيقول انا معايا 10000 والصاد ما معكش 10000 واحد، دير شي خير لا بغيتي دير لوجه الله في هذا الانترنت هادي وبارطاجي وتكل على الله زيد في حالك. اما صات الواقع حاجه والواقع كيفهموه بحال هاد الناس، هذا اللي وصاني واش قال لي كانت الحفله غادي يجيو بزاف الناس، ولكن نهار طيح غادي يكون باك وامك ومراتك في حاله عندك مع الاولاد وهي مراتك جايه على وجه دوك الاولاد، اما حتى هي راه ما حاملاش كاع، انت
واحد الصوت ما باغي يكون معاك ساعه الطيحه. باكم وكم اللي كي شحال من واحد يقول لي اخويا السيمو كتصرف قناه بديك الهضره اللي كتقول. صراحه في الواقع كاينه ولكن احسن ما تقولها. الصاط انا ديما كنت معاكم قاص حسن من كذاب كنجيك من الاخر باش ما تضيعش وقتك في الوهم ديال الحياه. الحياه راه بسيطه الصاط عيش. يو جايز صراحه اعتذر ولكن سيميو نكون معاكم الاخوان صريح ونجيك من الاخر ما نخليكش تضيع حياتك في الوهم لان حتى انا ما وصلت لهاد الستيب هادي في حياتي حتى حيدت عليا بزاف د الوهم فاش كنت عايش. عرفتي شحال ديال الخش ليه فاش كنكونوا عايشين الصاط اللي دويتي معاك يقول لك انا خايف من الله وبنادم راه خايف من راسه بنادم خايف من الفقر اللي يضربوا السيمانه الجايه من خايف غير واش يلقى ما ياكل ما يلقاش ما ياكل فريمون الصاط الا وليتي كتخافي من الله يعني ما بقيتيش كتخافي كاع. الحياه بالضبط الحياه كتبدا من ديك اللحظه ديال ما بقيتيش كتخاف الصاط. حاول تحيد عليك اي حاجه كتخليك كتخاف عليها وكترعد عليها حاول تحيدها وشوف كي غادي تولي في الحياه تولي خطيره الصاط وتولي غادي في الحياه 160 كيلومتر في الساعه. هاد الهضره هادي بيان سور ماشي لكلشي على حقيقه شحال من واحد غادي يكونوا ولادو هما اللي موقفينو المدام ديالو هي اللي موقفاه والديه خاصو يتعاون معاهم وفي شي ظروف صعاب وخاصو هادو هاد الحالات هادو صعابه الاخوان. هاد الهضره ديالي ما تنعمماش على كلشي ولكن الصاد راه بزاف الناس عايشه مرعوده واحد الرعده اللي خاويه ماشي كتقاتلش على الوالدين عندك الوالدين في شي ظرفيه صعيبه وكتحارب عليهم ما يمكنش تلاشي وتسمح هادو هما الناس اللي كنقدر ما بزاف الناس كتحارب ومخلوعه على شي حاجه تافهه في الحياه كتلقاه تيتقاتل باش يدير شي طوموبيله بالكريدي باش الصاد هاد الشيء يزيد يدير يخليك مخلوع تبقى شاد داك الكريدي ديال ديك الدار ديك الطوموبيله وتعيش حياتك مخلوع ومرعوده تقول ناري الا ما خلصتوش ناري الا جراو عليا من الخدمه وما كتصاد تعيش حياتك كامله مرعوب. علاش نفس الصاد خدام معاك في نفس الخدمه تشد معاك نفس الصالير ما داير لا كريدي لا والو كينوض كيدوز للقهوه كيلبس مزيان تيشرب مع راسو قهوه مزيان وكيمشي للخدمه وكيعطي مزيان وعينيه محلوله فين ما بانت ليه لوبورتونيتي ضربه معلم انت ما تقدرش انت فعلا كتعيق عليك تقول انا عندي دار وكتجي كتباركي عليه ديك الطوموبيله وهو كيجي على رجلها الصا ولكن اللي ما عارفش راك انت كتبان ليه حمار لانه هو باقي المستقبل قدامه ممكن يبدل شركه بشركه ممكن يبدل شركه كرف منها واحد النهار يجي واحد الشركه احسن منها المهم هو مرتاح وحر وما عمر خدمت في البروسيسور ديالو حتى واحد في المية ديال ناري اللي جراو عليا من الخدمه ناري كيفاش نخلص الكريدي ما عمر خدم البروسيسور ديالو فهادشي البروسيسور ديالو خدام واش كاينه شي خدمه احسن من هادي فاش خدام دابا انا خدام في هادي وكنقلب على ما احسن وساهل يبدل ما كاين حتى مشكل ما كنقولش لك هاد الساط هذا الثاني راه فيرليس ما كيخافش كاع ولكن عنده واحد المستوى ديال الخوف قل من الاخر والخوف بحال شي حجره كتهزها فوق الدار ديالك كلما زاد الخوف كلما كبرات الحجره الاخر كيتحرك الثاني كيتحرك احسن من الاولاني وكلما قل الخوف ديالك كتولي الاخر قبل ما تاخذ اي ديسيزيون في حياتك الله يرضي عليك سول واش هاد الديسيزيون غادي ناخذ تخلي الخوف يزيد عندي ولا تخلي الخوف ينقص الا كان غادي تخلي الخوف يزيد يسمح فيها الساط حاول تاخذ ديسيزيون اللي ما ديك اللعبه ديال ربحت خسرت هانيه باغي نشري طوموبيل انا سيدي باغي نشري طوموبيل هادي خاصني ناخذ كريدي هاد الكريدي دايره تجي حنسرنا وتجي خلي نتاز من نفسيا ونبدا نفكر بزاف سمح فيها باغي تشري طوموبيل عندك الفلوس كاش خلص وعيش السعاده معلم تشعل فيها العافيه ماشي مشكل بيان سور ملي كنقول سمح فيها انت ما تاخذش ديك سمح فيها ما كاينش البيض والكحل كاين وسط اللوان غتشري شي طوموبيل على قد جيبك ما غاديش تعلق فين تفلق باش ما تطلعش داك مستوى الخوف باش ما تكبرش ديك الحجره اللي هاز فوق دارك خليك هاز شي حجره صغيره باش تعرف تجري وكلما كنتي مرتاح كيسهلها الله وكتولي الامور غاده لان ملي كتولي كتقول ديك اللعبه ديال فاك جات ما جاتش بحال بحال انا ندير اللي عليا كيولي الله مسهله من كاع النواحي ملي كتولي مخلوع عليها انا ريخ تجي ما كتجيش هكا هي الحياه الصاط من الاخر. يس صباح الخير من سريلانكا هاي سير هاو ار يو هاي صوا الفيديو اللي قبل لا راح طير ما رديتش البال جاتي باي ديفولت طرات كانوا شي ناس دايزين وسلمت عليهم. هاد القضيه هادي حتى خاصك تعلمها بزاف خاصك تعلمها وتولي ديرها بشكل يوم خاصك تحيد منك ديك القاعده ديال كنسلم على اللي كنعرف ولا ما كنعرفش ما نسلمش عليه واللي سلمت عليه وما ردش عليا السلام ما عمري باقي ما نسلم عليه لان شي ولي كتعلم في المغرب وفريمون خاصك تولي تسلم على داك خونا اللي واخا ما تيسلمش عليك ملي كتسلم عليه ما تيردش السلام خاصك تولي تسلم عليه يوميا هاد الصباح هذا وي بسبب التسليمه وفهاد البلاصه هادي نتعرف على واحد خونا فهمتي شي حاجه نيكست ليفل اللي المهم بلا ما ندويش نخلي داكشي حتى من بعد. انا بزاف ديال الناس كيظن البيزنس هو تخبع من ورا فيسبوك ودير فيسبوك اس ولا دير ادوردز شفتي راه الناس اللي كاملين جالسين كيدو فيسبوك اس وكيقدو ادوردز راه مشوش بعيد
توعد فيهم مشى بعيد. الناس اللي كيفكروا في البيزنس كبيزنس وعلاقات، البيزنس هو واحد العلاقات اللي كتبدا من كيتصنع داك البرودوي، وشكون اللي ديزاين داك البرودوي، والعلاقه ديالك مع داك اللي ديزاين داك البرودوي، والعلاقه ديالك مع داك الفاكتوري اللي قاد داك البرودوي، حتى يوصل لك البرودوي نتايا وحتى توصلوا لعباد الله في الاخر. كلشي دابا كيامن بشي حاجه فيرتوييل، فهمتي؟ باغي يتخبع من ورا البيسي ويدير كلشي من ورا البيسي. وفريمون دوك الخوتنا اللي كيخرجوا للواقع وتيعيشوا في الواقع مايمكنش تكومبيتا معاهم، ما عندك ما دير معاهم، ديما غادي يغلبوك. لانه ملي كيخرج للواقع كيتلاقى مع ناس، ودوك الناس ممكن يوفروا ليه نفس البرودوي اللي انت كتخدم عليه بواحد الثمن حسن، ممكن يوفروا ليه نفس الشيبينغ اللي انت كتخدم عليه يوفروا ليه شي حاجه حسن بشي ثمن حسن، يقدر يعطيو شي صلاحيات اللي ماشي عندك. واخا كندوي مع واحد الدري ديال الويب اللي كاملين كتعرفوه بلا ما اجي نقول سميتو، كندوي معاه تندوي على المنافسه، مثل المنافسه هو يقول واحد الجمله مهمه بزاف، فهمتي؟ هذه الجمله هادي حتى هي فهمتي خاصنا نرطها من الجمل المتورخه. سمعش اش تيقول لي، انا ما كيخلعنيش كاع المنافسه ديال هادو كاملين اللي مخبعين من ورا البيسيات، انا كتخلعني المنافسه ديال خونا اللي كيشد الطياره وكيسافر، وخونا اللي كيدير العلاقات، وخونا اللي كيضرب على العلاقات في اي مناسبه، وخونا اللي عارف بلي العلاقات هي اهم حاجه. علاه بليز حاول تخرج من داك الفيرتوال فاش عايش وخرج للواقع، والواقع راه فاش تدير العلاقات. العلاقات ما كيديروش وانت جالس من ورا البيسي، ولا دويتي مع شي واحد في فيسبوك، ولا دويتي معاه فاش ما دويتي معاه راه ماشي علاقه هاديك. من ورا غادي يعطينا لاكسيل شي داتا اللي ما كتعطاش حتى شي واحد، وماشي بارطاجيها مع حتى شي واحد، وديك الساعه دزنا لواحد النيكست ليفل، دزنا لواحد المستوى اخر. كل ما تلاقيتش معاه وجه لوجه ودوينا وجه لوجه وزدنا ربطنا واحد العلاقه مزيانه، شحال هادي كنت كنخدم في واحد السي بي اي نيتورك، ديك السي بي اي نيتورك كنت خدام معاه مزيان، والافيليت مانجر ديالي كنت غادي انا وياه مزيان وتنديروا جود نمبرز. ملي تلاقيت معاه في بانكوك وجه لوجه وجلسنا ودوينا وعرضت عليه وخرجنا وسهرنا ونشطنا، علاه كنقول لك داكشي ديال اللي تعلمتي في المغرب وتعلمتو حتى انايا وكبرت به، ديال نسلم على شي خونا ولا ما ردش عليا السلام ما عمر باقي نسلم عليه، داكشي ما خدامش اصلا. خاصك تجلس مع شي ناس اللي تقول لك العكس، وفريمون كنجلس مع الناس اللي علموني العكس. يلاه نمشيو نرجعو للروم ديالنا، نهزو البيسي نمشيو ديك الساعه نديرو الخدمه، وراه نايض بكري عرفتي، راه باقي النهار طويل، راه يلاه 8 الصباح 8 وشي حاجه قريبه 9، باقي النهار طويل جدا.